مرة أخرى. طبعا يعني كلاعب كرة كلنا كنا مستنيين القرار ده من بدري. يعني هو احنا كلاعيبة حسينا ان الموضوع يعني بيبعد شوية، اللي هو خلاص ما الدوري هيتلغي. يعني دي كانت تقريبا اطول فترة الواحد يعني يقعد فيها في البيت، يعني 3 شهور دي كتير قوي، وان انت ترجع بعد 3 شهور تتمرن تاني عشان تجهز تلعب دوري تاني بعد شهر. فدي كانت كلها يعني حاجات يعني احنا كنا خايفين منها، ان احنا لما نيجي نرجع يبقى الموضوع يعني صعب شوية في التمارين وكده. بس الحمد لله يعني الدنيا ماشية كويس في النادي. بس لا طبعا يعني القرار يعني انا بأيده جدا، عشان خلاص يعني الدنيا بره، يعني الدوريات كلها بره رجعت، تم وكله استئنافها في ايطاليا، يعني في بالظبط. انجلترا، في وايطاليا يعني المانيا، كانت من اكتر البلاد اللي يعني منتشر فيها منتشر الوباء. فيها الفيروس، فيعني لما دي كانت تاني بلد بدأوا الدوري، فهم يعني اكيد في اختلاف يعني ما بين بره وما بين مصر، بس احنا قدرنا ان احنا نعمل ده. فلو كان الموضوع كان جه من بدري كان هيبقى يعني الموضوع احسن اكيد شويه، عشان يعني كانش هيبقى في خسائر في الفرق كتير. بس الحمد لله يعني ان شاء الله يعني كل الفرق تجهز، و يعني الدوري لما يجي يرجع يعني يرجع بشكل كويس يعني. وانا بضم الصوت لصوتك ان دي من اهم القرارات اللي يعني اتخذتها الدوله بعوده النشاط مره اخرى، دي من القرارات المهمه في فتره بقى التوقف.